السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الجوزاء. برج الجوزاء قراءتك شهر سبتمبر الشهر القادم شهر 9، هنشوف قراءتك باذن الله تكون خير. التاريخ بتاعك النهارده ايه؟ 25/8. فنجانك عباره عن تفاؤل، عباره عن تبشرات وتحذيرات للشهر القادم اللي جاي عليك بخير بفضل ربنا. يلا بينا بقى نشوف الفنجان عباره عن ايه وفي ايه، ونقول بسم الله وتنزل باللايك ونشوف الفنجان. بسم الله ما شاء الله. الجوزاء حيران، الجوزاء حيران، الجوزاء ما بقاش عارف هو عايز ايه او هو بيعمل كده ليه. الجوزاء حاسس ان هو مكتئب وحاسس ان هو حزين. الاكتئاب ده جايلك من بعض الخذلان، ولا جايلك من الفلوس اللي عليك، ولا جايلك بان انت منتظر طفل، ولا انت جايلك من ايه؟ ليه دايما بتقول يا رب سد ديوني، يا رب اكرمني، يا رب ارزقني؟ قولي انت حياتك فيها توتر ليه؟ حياتك العاطفية حكايتها ايه؟ ليه دايما حكايتك العاطفية او علاقتك العاطفية بتكون بايظة؟ مفيش اكتمال ابدا. عندك تأخر في الزواج يا برج الجوزاء، انت علاقتك العاطفية ما بتكملش ابدا، ولو كملت بتبقى فيها مشاكل وفيها توتر. الان وحيران وبتقول يا رب عد الايام دي على خير. نفسك ربنا يكبر بخاطرك، وعندك دعاء مستجاب بإذن الله. قلبك موجوع، عندك ضربات قلب سريعة، عندك ضيق في التنفس، عندك خنقة بتجيلك من غير سبب، حاسس بالقهر والظلم والتوتر وخايف من بكرة. بعض مواليد برج الجوزاء عندهم القولون وعندهم ضربات قلب سريعة ودوخة ونغزات في القلب، حتى الظهر بيوجعهم، حتى دماغهم بتجيلهم صداع من غير أي سبب. ليه ده كله؟ ليه فوضت امرك لربنا؟ صح، انت فوضت امرك لربنا، بس ما تقلقش، انا جايه النهارده اقول لك باذن الله ان انت هتطلع من الدوامه اللي انت فيها. اي نعم لون فنجانك غامق، وده بيدل ان انت حزين ومتوتر وعندك الم غير طبيعي. صل على الحبيب. بص يا برج الجوزاء، انت هنا عندك ورث جايلك، الورث ده هتسد بيه ديونك. عندك ورث جاي لك باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. الفتره دي انت هيكون انت اصلا عندك قضيه في المحكمه، انت اصلا عندك قضيه في المحكمه، بس ما تقلقش باذن الله هيكون عندك حقك راجع، انت هيكون عندك حقك راجع. عندك ناس، انت اصلا مظلوم، انت اصلا مظلوم واعدائك حواليك، اعدائك حواليك، انت اصلا مظلوم واعدائك حواليك. انت اصلا ساكن بالايجار، انت ساكن بالايجار وعمال تخزن في فلوس او تحوش في فلوسك علشان خاطر تطلع من المكان اللي انت فيه، وفلوسك اتسرقت، فلوسك اتسرقت، حصل لك سحر نفاق قلب حياتك لجحيم. صح، صح الكلام ده. خسرت طفل او خسرت اطفال او خسرت زوج او حصل انفصال، بس السحر اللي معمول لك ده من اهل الزوج، السحر اللي مملوع ده من اهل الزوج. حلمت بايه يا برج الجوزاء؟ انت ايه اللي ناقصك في حياتك؟ ناقصك راحة البال، ولا ناقصك ايه بالظبط؟ قولي ايه اللي ناقصك في حياتك، يمكن ربنا يكرمك باذن الله الفترة اللي جاية. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. عايزاك تصلي على الحبيب دايما. عندك انطلاقة جديدة وعندك بداية جديدة وراحة بال، انطلاقة جديدة وراحة بال. انت اصلا عندك ورقة مستني تمضيها، او شهادة او دراسة الله اعلم، او قضية في المحكمة، او سفر خارج الدول. انت امس عندك ورقة. مين برج العذراء اللي بينك وما بينه مشاكل، او بينك وما بينه امور؟ مين برج العذراء وكمان برج الحمل؟ قولي. ومين برج العقرب؟ مين الناس اللي في حياتك دي؟ قولي الناس دول عاملين لك ايه؟ الناس دول مخلينك كاره حياتك وكاره دنيتك ليه؟ امنياتك، الامنيات بتاعتك واقفه ليه؟ قولي يا برج الجوزاء مالك؟ علاقاتك العاطفيه كل ما تدخل فيها بتطلع منها خسران وحزين.
ليه تعبان نفسيا؟ ليه تعبان نفسيا؟ ما انا شايفه لك ايام جميله اهو. انت الظلم وقع عليك يا برج الجوزاء، الظلم وقع عليك، تعبت من كتر التفكير وبتروح للدكتور كتير جدا، نفسيتك تعبانه وألم في ظهرك زي ما قلت لك. بس ما تقلقش ما تقلقش، استغفر ربنا، الدوامة والحيرة دي هتطلع منها، الدوامة والحيرة دي هتطلع منها. انت دخلت في مشروع وصرفت فلوسك عليه او فلوسك اتسرقت، المهم ان المشروع ده ما كملش او فشل، المشروع ما كملش او فشل. انا شايفه لك قلب مفتوح، علاقة جدية هتنتهي بالزواج، علاقة جدية هتنتهي بالزواج الفترة اللي جاية بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. شايفه لك كمان ست عجوزه بتدعي لك، ست عجوزه بتدعي لك عندك وبتقول لك روح وانت منصور، روح وانت ربك كرمك، ربك موسع رزقك، صح؟ عندك ست عجوزه بتدعي لك كتير ودايما عايزه لك الخير، دايما عايزه لك الخير. بسم الله ما شاء الله. بص يا برج الجوزاء، انت بتعمل كل حاجه عشان تطلع من الطاقه السلبيه اللي عندك، بتعمل كل حاجة عشان تطلع من الطاقة السلبية اللي عندك بإذن الله هتطلع منها. انت هنا مظلوم ودموعك على خدك بسبب الصديقة وبسبب الديون اللي عليك، الصديقة والديون اللي عليك. انت مشكلتك يا برج الجوزاء ان انت لما بتدخل في علاقة عاطفية بتدي بتدي ومن غير مقابل، بتدي من غير مقابل وبيضحكوا، هما بيضحكوا عليكم. فتاة الجوزاء قلبها طيب، راجل الجوزاء متسرع، راجل الجوزاء متسرع، بيدخل في علاقة بيحس ان العلاقة كويسة رغم انه بيطلع منها خسران كتير، رغم انه بيطلع منها خسران كتير وبيطلع من في مشاكل كتيرة في حياته. شايفه لك كمان ان انت عندك تعويض، تعويض من عند ربنا يا برج الجوزاء، علشان انت اتظلمت، علشان انت تعبت، علشان انت دايما كان عندك مشاكل. عايز اقولك ان ربنا هيديك انطلاقة جديدة، ورسالتك بتقول ان ربنا هيديك نعمة بس انت تكون قدها وتكون قادر تستحقها. انا شايفه لك كل ما هو جميل بإذن الله بفضل ربنا في فنجانك يا برج الجوزاء، بس صفي علاقاتك، بلاش العلاقة التانية، بلاش العلاقة التانية يا برج الجوزاء، علشان دي ممكن تخسرك كتير وتطلع منها انت حزين، تطلع منها حزين. محدش حاسس بيك خالص يا برج الجوزاء، محدش حاسس بيك خالص، بيقولوا لك احنا جنبك بس صدقني مفيش حد جنبك. شعورك دايما بالارهاق ووجع في الركبة والكتف والانعزال والألم في الظهر، ودايما بتتعرض الى امراض جسدية، ده بيكون سببه اتنين، لاما سحر قوي جدا لاما جن عاشق. طب قولي انت ونايم بتصحى من النوم حاسس بايه؟ ايه الاعراض اللي عندك؟ اكتبها لي في الكومنتات. بلاش تبكي ابدا لوحدك، بلاش، بلاش التفكير الزايد اللي في حياتك، بلاش التفكير الزايد. انت هنا يا برج الجوزاء فقدت ثقتك بنفسك، حتى يعني انت فقدت ثقتك بالناس وفقدت ثقتك بنفسك من كتر الظلم من اللي وقع عليك ومن كتر الضربات والصدمات اللي هي مفاجأة. انت بقيت عايز تمشي لوحدك ومش عايز حد في حياتك. انت اصلا هنا فاقد ناس كتيرة جدا، فاقد ناس كتيرة جدا. عندك حروف ظلمتك، حروف ظلمتك، وشايفالك كمان ابراج انت في علاقة معاهم وطلعت منها خسران، في علاقة معاهم وطلعت منها خسران. انت دلوقتي الحب بدأت تركنه على جنب وتركز على هدفك، بدأت تركز على هدفك. حياتك العاطفية دايما بتتحول الى جرح وبتتحول الى انعزال وسكوت، عشان لما بتدخل ناس في حياتك ما بتبصش لبعدين. حاول تبعد عن الناس اللي مراقباك، حاول تبعد عن الناس اللي مراقباك، الناس بتراقبك كتير. انت بدأت ان انت تكون غاضب شوية يا برج الجوزاء، بدأت ان انت تكون غاضب، بدأت ان انت تضحك، تضحك من كتر اللي انت الخزنان اللي انت شايفه من كتر الناس، بدأت تضحك، بدأت تقول انا يا رب قول لي اعمل ايه، انا تعبت، انا اتظلمت. بدأت انت هنا تتخلى عن اي حد يجيب لك دوشة ووجع دماغ،
بدأت ان انت تركز على حياتك بس، بدأت ان انت تقف على ارض صلبة وتشوف مستقبلك هيمشي ازاي. انت حاليا بدأت ان انت تكون شخص غريب حتى مع نفسك، شخص غريب مع نفسك. اهل الزوج دول عايزين منك ايه؟ اهل الزوج دول عايزين منك ايه؟ انت اكتر حاجة عندك ان انت عزيز النفس جدا جدا جدا، وما بتحبش اي حد يجي على كرامتك ابدا ابدا ابدا. بس في ناس قريبة منك حاسداك وواخدة بالها من كل حاجة بتعملها، ودايما عينها عليك ومش سايباك في حالك. لازم تبعد عنهم، ما تحكيش اسرارك لاي حد، وما تقولش على حاجة قبل ما تعملها، ما تقولش على حاجة قبل تعملها، وهتحس قد ايه حياتك اتغيرت. رسائلك كتير في حياتك، وعندك بشر كتير، عندك كذا بشارة. انت اصلا بدأت تمشي على السلم خطوة خطوة. شهر سبتمبر ده هيقدم لك حاجات كتير. بص التعابين اللي عندك، شايف التعابين، شايف الوشوش، شايف الخداع والظلم اللي في ارض بيتك. الموضوع اللي شاغل بالك لفترة كبيرة ده، الموضوع اللي شاغل بالك لفترة كبيرة، التعب اللي انت بتمر بيه ده هيعدي، وربك هيفرح قلبك، ربك هيفرح قلبك، ربك معاك ما تقلقش، ربك معاك ما تقلقش. انت عندك انطلاقات كتير جدا جديدة، وعندك امور عكس ما انت تتوقع، عكس ما انت تتوقع. بس انت دايما ركز على هدفك، اعرف انت عايز ايه وامشي عليه، اعرف انت عايز ايه وامشي عليه، علشان الرزق اللي جاي لك ده تكون تستحقه، الرزق اللي جاي لك ده تكون انت قده. ربك بيختبرك، ربك بيختبرك. نشوف فنجانك بيقول ايه. عندك بصمة، بصمة هتبصمها او امضى. بسم الله. بص انا زي ما قلت لك، انت هنا بدأت ان انت تركز على حالك، تركز على بيتك وعلى مستقبلك. بص، في شخص الايام اللي جاية انت هتطلعه من حياتك، في شخص الايام اللي جاية انت هتطلعه من حياتك، وهتقول له بس كفاية، بس كفاية، انت جيت عليا وظلمتني. المواجهات، المواجهات اللي عندك دي من نصيبك. قولي مين الشخص اللي خانك، مين الشخص اللي خانك وخذلك، الشخص اللي خانك وظلمك. عايز اقولك ان انت بدأت يا برج الجوزاء تركن كل حاجة على جنب، وتركز على الناس اللي ظلموك، الشخاص اللي ظلموك. عندك حد كبير في السن بينك وما بينه عمر، حد كبير في السن انت بينك وما بينه عمر. ايه ده، ما انت عندك علاقة نرجسية في حياتك اهي، عندك علاقة نرجسية، علاقة مش كويسة خالص. وعندك كمان واحدة ستة اهي بومة. بس ما تقلقش، الخبر الحلو هيخليك تعرفها مين هي، الخبر الحلو هيخليك تعرفها مين هي، وهيخليك تعرف ازاي تتعامل معاها، وتحط النقط على الحروف، وتحط النقط على الحروف. انت اصلا بدأت ان انت تفقد، بدأت ان انت تركز وتشغل دماغك اكتر. انت طلعت ناس كتيرة جدا برا حياتك بسبب ان هم اذوك، بسبب ان هم اذوك، وبسبب ان هم عملوا لك توتر وحيرة. فانت بدأت تركز جدا جدا على حياتك يا برج الجوزاء الفترة دي، وبدأت تشوف مستقبلك بشكل اوضح، وتشوف حياتك بشكل وضوح. عندك حد دايما عايز يفقد سيطرته عليك، عندك حد دايما عايز يفقد سيطرته عليك، عايز دايما ان هو يكون الوحيد اللي في حياتك، عايزك ليه بكل الطرق، عايزك ليه بكل الطرق. عايز اقولك ان الشخص ده اناني، الشخص ده ما بيفكرش غير في نفسه بس، الشخص ده بيضحك عليك. محدش عارف امتك يا برج الجوزاء، محدش عارف امتك. انت دخلت نفسك في حالة خوف من بكرة، دخلت نفسك في حالة كآبة،
انت بقيت متقلب المزاج بسبب الضربات السريعه اللي في قلبك وفي حياتك، بسبب الضربات السريعه اللي في قلبك وفي حياتك دخلت نفسك في توتر وفي خوف من بكره، دخلت نفسك في توتر وخوف من بكره. بسم الله. الخبر اللي انت مستنيه لك فتره هتسمعه، الخبر اللي انت مستنيه لك فتره هتسمعه. انا مش عايزاك تقلق، انت لو ليك حاجه عند ربنا صدقني ربنا كريم وعافر وهيديك وهيكرمك. عارف ليه؟ علشان انت اتظلم، انت اتظلم، انت مشكلتك ما بتسكتش عن حقك ابدا، ما بتسكتش عن حقك ابدا، والفتره اللي ما بتاخدش فيها حقك بتكتم جواك وبتتعب، بتكتم جواك وبتتعب. بس السرقه اللي حصلت عندك دي، انت اتسرق تليفونك، سرق ذهبك، سرقت فلوسك، سرقت عمرك اللي ضاع على اشخاص ما يستهلوش. عندك سحر يا برج الجوزاء، انت معمول لك سحر وعليك عيون كتيره جدا من اشخاص حواليك، في حد بيحاول يضرب فيك، في حد بيحاول يتكلم عليك، انت تفكيرك شغال 24 ساعه، وسواس، تفكير، حيره، توتر، ندخل نفسك في حاجات كتيره جدا انت متوتر بيها. الفلوس ما بتاع مش عارف تمسك قرش، مش عارف تمسك فلوس، مش عارف تمسك فلوس. الاكتئاب اللي انت فيه ده اطلع منه، الاكتئاب اللي انت فيه ده اطلع منه، اطلع منه. عندك حد هيمدلك ايده وحد عايز يعتذر منك، حد هيمدلك ايده وحد عايز يعتذر منك، او عندك مكالمة جايالك، عندك مكالمة جايالك. عايزاك تخلي بالك كويس جدا، لو عندك علاقة تانية صفيها، لو عندك علاقة تانية صفيها، وركز كويس جدا على الايام اللي جاية علشان الخير يكون من نصيبك، الخير يكون من نصيبك، والفرحة والانطلاقة والرزق والتفاؤل يكون من حياتك. انت بدأت تكشف اشخاص حواليك، بدأت تكشف اشخاص حواليك. اليومين اللي جايين دول في حد هيعزمك، اليومين اللي جايين دول في حد هيعزمك على عشاء او على عصير الله اعلم. خلي بالك الناس دي عاملة لك مؤامرة، خلي بالك الناس دي عاملة لك مؤامرة. انت اصلا معمول لك حفرة، حفرة، حفرة دي قوية جدا، الست اللي عامله لك الحفرة دي قريبة منك، قريبة منك، انت شاكك فيها اصلا، انت شاكك فيها اصلا. ربنا هيكرمك وهتطلع منها، هتطلع منها، او هيديك خطوة او حلم او اي حاجة يقول لك خلي بالك من الناس دي، خلي بالك. يعني انت هتكتشف حقيقة الناس دي او انت اكتشفتها اصلا. بس انا عايزاك يا برج الجوزاء الايام اللي جاية دي تسيطر على حياتك، تسيطر على بيتك، على اولادك. الحمل اللي انت منتظره صدقني الفترة اللي جاية هتسمع احلى خبر، الفترة اللي جاية باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. الناس اللي سابتك بمزاجها هم هيحاولوا يرجعوا لك، بس انت مش هترضى، مش هترضى. انا شايفه لك رجوع مع اشخاص، بس انت مش هترضى، هتقول هم ظلموني ونصبوا عليا وضحكوا، ضحكوا عليا. بص ارجع اقول لك تاني، السحر معمول لك من اقرب الناس ليك، من اقرب الناس ليك. انت حصل عندك اجهاض او عملية او نزيف الله اعلم، حصل عندك اجهاض، عندك برج الميزان كان شريك حياتك ودخل طرف ثالث لخبط لك حياتك، قولي انت كان معاك علاقة مع حد ودخل طرف ثالث لخبط حياتك، عمل لك توتر وعمل لك حيرة، عمل لك مشاكل كتيرة جدا. بص يا برج الجوزاء، عايزاك تنتبه كويس جدا من الست دي، الست اللي هي اصلا شكلها مش بشوش خالص، وعندها يعني عندها هي كده بنت خبيثة،
عندها بنت خبيثة. الست دي قريبة منك، الست دي قريبة منك، هي عندها بنت والست دي قريبة منك، خلي بالك منها كويس جدا، خلي بالك كويس جدا منها. انت تعبت، تعبت جدا يا برج الجوزاء، تعبت جدا من كل شخص تدخله حياتك ويطلع خاين، من كل شخص تدخله حياتك ويطلع خاين. انت بدأت تقول العزلة عن الناس راحة نفسية، بالفعل انت صح، انت صح. الدوخة اللي انت بتعاني منها دي بإذن الله هتطلع منها. ضم اخوك ليك، ضم اختك ليك، ضموا الناس القريبة منكم. في حد عندكم مريض، حاولوا تشبعوا منه، حاولوا ان انتوا تطبطبوا عليه، حاولوا ان انتوا تطبطبوا عليه. اطلع من الهم اللي انت فيه يا جوزاء، اطلع من الهم اللي انت فيه عشان تعرف تتعامل. جدد طاقتك الايجابية وابعد عن الطاقة السلبية، جدد حياتك، جدد الامور اللي عندك. طيب قولي، انت حصل معاك مشكلة؟ حصل معاك مشكلة؟ ليه بتقول على نفسك انا منحوس؟ ليه؟ انت عارف منحوس ليه؟ عشان اختياراتك غلط. انت اختياراتك غلط. انا عارفة ان انت متدمر من كل حاجة، عارفة ان انت متدمر من كل حاجة، بس ما تقلقش، اقسم بالله عندك فرحة، اقسم بالله عندك فرحة. مين برج الثور اللي عندك يا برج الجوزاء؟ مين؟ طيب قولي، السرقة دي هي مش هترجع، بس انت عندك تعويض، وديني قلت لك تاني، ابعد عن التوتر والحيرة، حاول تقرا قران كتير، ابعد عن الخمول والتوتر. انت خرجت اشخاص خاينين في حياتك. بص يا برج الجوزاء، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، انت روحانيتك عاليه، وعلشان كده بتكتشف الخاينين والظالمين، وبتكتشف اللي ظلموك واللي كسروك، وبتكتشف الناس اللي عملت لك توتر وحيره، وعلشان كده دايما بتطلع من حياتك الناس الخاينة والظلمة واللي عملوا لك توتر وحيرة. عندك اكتمال امر الفترة اللي جاية، في ناس عندك بتدخلها في حياتك ما عندهاش ضمير، ناس بتدخلها في حياتك ما عندهاش ضمير. فلوسك متبخرة، فلوسك متبخرة، اكتم على لسانك علشان تحصل على الخير والرزق. اكتم على سرك، اكتم على بيتك، اكتم على كل حاجة. الحاجة اللي انت ناوي تشتريها هتشتريها، الحاجة اللي انت ناوي تشتريها هتشتريها. صفيت علاقاتك، صفيت حياتك، بإذن الله هيكون عندك أمور عكس ما انت تتوقع. تحياتي ليك يا برج الجوزاء، بلاش تنتظر انتظر كتير، أتمنى لك الخير والسعادة، ويا رب تكون من الأشخاص اللي هم هيكسبوا معايا المسابقة الفترة القادمة، أو يكسبوا معايا المسابقة إن انت تكسب قراءة خاصة بإذن الله تكون من نصيبك، أتمنى لك كل ما هو جميل. خلي بالك يا برج الجوزاء من ناس حواليك، في ناس كتيرة جدا أقسم بالله اوسخ من كورونا، يعني بص انا بقولها لك ازاي، اوسخ من كورونا. الناس دي مش كويسه خالص، الناس دي عامله لك توتر وحيره وعايزه تقلب حياتك لجحيم، خلي بالك منها. انت منتظر اخبار حلوه، الاخبار الحلوه قادمه، احلامك بتتحقق يا برج الجوزاء، انت احلامك كلها بتتحقق. انت ابعد عن الاشخاص المؤذيه، برج الجدي ظلمه، برج الجدي ظلمك، برج العذراء خانك ودخلك في توتر وفي حيرة. انت بس بتقرر، بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. البومة اللي عندك دي مش كويسة خالص، البومة دي مش كويسة،
احذر منها، احذر منها وخلي بالك. برج عندك برج الجدي وبرج العذراء خانوك وخذلوك وغدروا بيك وعايزين يخربوا بيتك، خلي بالك. انت اصلا منفصل بينك وما بين اشخاص كتيره جدا، بس ركز جدا على حياتك. مش كل الاشخاص اللي تدخل بيتك، مش كل الاشخاص اللي تأمن لها، مش كل الاشخاص اللي انت تحبها وتحكي لها عن حياتك، صدقني داخلين حياتك علشان يقلبوها جحيم وعشان يعملوا لك توتر وحيره وانقلابات عكس ما انت تتوقع خالص. انا عايزاك تخلي بالك، انت طيب وكل الناس اللي بتدخلها حياتك بتقلبها جحيم. السحر معمول لك بالتفريق وبالخزلان في الاشخاص وعدم توفيق في حياتك، بس ما تقلقش، عليك تسديد ديون وعليك انطلاقه جديده وعندك فرحه ملهاش اي ملهاش دموعك يعني، واخيرا هتنزل دموعك على فرحتك في ارض بيتك باذن الله. ابعد عن الناس اللي عامله لك توتر وحيره. تحياتي ليك واتمنى تكسب القراءه الخاصه معايا.